يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية وأيضا العالمية.